تشارك الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في مؤتمر الاستثمار بإفريقيا 2018، وتأتي المشاركة تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقدت نسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتزامنا مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019. تطلق الأكاديمية عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.